الآن سفيان الثوري حبيبنا هذا يروي لنا رواية عن سعيد بن جبير. إيش مفاد الرواية؟ تفهمتوا منها شيء؟ الآن الثوري يروي السكرة هذا. إحنا قلنا إيش الحديث؟ كنا نبغى نعرف إيش موضوعه، صح؟ نشوف إيش موضوعه. حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير قال: أقر على أنه اقرأ علي على أنه تغسل الثياب. شوف هو وين جابه، في أي باب؟ هذا ابن أبي شيبة. في دجاجة ماتت في بئر قال تعاد منها الصلاة وتغسل الثياب. الثاني قال أقر ولا اقر، هو اقرأ بس هنا كاتب أقر. نشوف الرواية اللي بعدها عن أبي هاشم عن سعيد أنه كان في بعض أمه لا تقص الدم عن ذبلاء، وهذا عن أبي هاشم أيضا. أي نعم. عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي هاشم قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى قال اقرأ علي الآية التي تغسل فيها التي فيها غسل الثوب، باب الرجل يصلي في ثوب غير طاهر. يقول كأني أفهم منه أنه ما عليك إعادة. ليش؟ لأن ما في آية تقول لك اغسل الثوب، كأنه يعني يتهكم به بسؤاله، اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثوب. واضح؟ فهمنا المتن؟ فهو ينقل عن سعيد بن جبير أنه لا يرى غسل الثوب أو لا يرى إعادة الصلاة لمن صلى بثوب في هذا أو في نجاسة، مع أنه في آية. أو العكس، وثيابك فطهر، يقصد يعني أنك تعيد. لكن الذي قبله والذي بعده يقول لا يعيد، كل الأسئلة لا إعادة عليه. المهم أنه أثر مجتزأ جدا وغير مفهوم. لكن الآن السؤال عن من؟ عن أبي هاشم. طيب كيف نستطيع أن نعرف من هو أبو هاشم إذا كان الأئمة كما ترون متذبذبين؟ إيش اللي خلاهم يتذبذبون فيه؟ الحين أنا أعطيكم معطيات في الترجيح. سيبوا كلام الأئمة خلاص، سكروا الدفاتر، سكروا الدفاتر خلاص. زين، رجحوا لي أيهما أرجح، هذا ولا هذا؟ هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، سواء كان اسمه هذا أو كان اسمه هذا. من هو أبو هاشم؟ لا، من هو أبو هاشم؟ هذا ما سبب ترجيحك؟ أولا روى له جماعة. يا سلام. ثانيا شيوخه وتلامذته أكثر. ها، عرف بكنيته. معروف بكنيته. وهذا أكثر. بعد. الله ينعم عليه هنا لأنه راح محمد مرجح إسماعيل من كثير. لا، أنت سوي الكلام الأئمة. لا، في المعطيات هنا. إلا غير قادح. هو بس السؤال. إلا غير قادح. لا لا، من الثوري أبو هاشم يقصد بهذا ولا هذا؟ هو الثوري. ما تعرف؟ ها هذا؟ وأنت؟ هو الثوري بس. ما تدري؟ كيف؟ أعطيناكم أشياء لأن المفروض أنكم. طيب هذا الرجل إمام ولا لا؟ إمام. إمام علم. فيه مشكلة هذا الإمام؟ نعم. فيه مشكلة لو هو يكني إبليس. في ساعات يكني. أيوة يكني. ولا أنا سأل. ليش يكني؟ متى؟ عشان لما يكون سن حلو. والله إذا إشكال إذا كان الإشكالية دي إسماعيل شو كثير؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ انه يدلس. يدلس. طيب لما قال لي ابو هشام، ابو هاشم، ايش يبغي هو؟ هو هذا ابو هاشم ولا لا؟ وهذا الرجل هل هو ثقة؟ ثقة، لكن فيه نزول، والدليل عليه أن البخاري لم يروي عنه إلا في الأدب المفرد، ومسلم روى عنه؟ ما روى عنه، معناه أن مرتبته نازلة ولا لا؟ يعني حتى لو ما وجدنا من نزل مرتبته، عنده نزول في المرتبة. تلاميذه وشيوخه يدل على نزول مرتبته ولا لا؟ مش مشهور. هذا مختلف، تلاميذه وشيوخه أكثر عين، أخرج له البخاري ومسلم، معناه هذا الرجل ثقة قوي.
واضح؟ فهذا أقوى من هذا بكثير شوي، مو كثير كثير، كثير شوي، خلاص. طيب صاحبنا هذا هو يروي عن الرجلين، صح ولا لا؟ لما يجيني يقول أبو هاشم ويسكت، يعني افهموا يا ناس أنه عايز الشخص المشهور بكنيته، صح؟ طيب هل في احتمالية أن يكون ذاك؟ في احتمالية. لو كان لو كان غير الثوري وهو يروي عن إسماعيل بن كثير بيقول إسماعيل بن كثير، صح؟ الثوري قال أبو هاشم عشان يذهب الوهل إلى من؟ إلى هذا الرجل، لأن هذا يخلي الإسناد أقوى. ومن هنا تجد أجوبة الأم ماذا قالوا؟ اقرأ لي، معلش أنا بقول لك سبب الاختلاف، اقرأ. قال أبي هو إسماعيل بن كثير المكي. قال أبي اللي هو أبو حاتم هو إسماعيل بن كثير المكي. أنا عارف حركات ما تمشي علينا. وليس هو أبو هاشم الرماني. قال الذي عنده أن الذي عندي أنه الرماني. أنه الرماني. لماذا قال أبو زرعة الذي عندي أنه الرماني؟ لأن ما في موجب يجعله يقول إسماعيل بن كثير. لأن لو يمكن لو روى عن إسماعيل بن كثير يقول إسماعيل بن كثير، ما يقول أبو هاشم. فما عندنا دليل وما عندنا يقين على أن هذا الرجل دلس، احتمال. ثم الرجل ثق إسماعيل بن كثير، قال الذي عندي أنه إسماعيل الرماني، أنه الرماني، هذا يقوله أبو زرعة. الآن اسمع المناقشة، كمل. قلت رواه محمد بن كثير فقال إسماعيل بن كثير. محمد بن كثير، من هو محمد بن كثير؟ هذه الرواية مش موجودة عندنا ولا موجودة في الكتب. ها؟ عوله محمد لم يتضح في فذا، لم يتضح في 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 بعض النسخ. الحين محمد بن كثير، من هو محمد بن كثير؟ إذا لما قال لي هنا قال محمد بن كثير، السؤال آخر سؤال، لما قال أبو زرعة أنه أبو هاشم الرماني ماذا قال له الولد؟ قال رواه محمد بن كثير، يعني عن الثوري فقال إسماعيل بن كثير، واضح؟ فكأنه يرجح ما قال أبوه، فقال إن كان حافظ محمد بن كثير فهو كما قال. إذن كأن أبو زرعة راجع عن كونه الرماني، وهذا يدلنا على قوة أبي حاتم، وأن هذا الرجل عمل عمله في إحدى الروايات. ها؟ تهت؟ اقرأ بقية السؤال. بقية السؤال قال أبو زرعة، قال أبو زرعة الذي عندي أنه الرماني. لحظة، خليك معي. أبو زرعة يرجح هذا، وإحنا قلنا رجحنا هذا لأن أبو حاتم رجح هذا، ولأن هذا الرجل فيه شيء من التدليس. واضح؟ كمل. قلت رواه محمد، قلت اللي قاله ابن أبي حاتم. رواه محمد بن كثير، قال إسماعيل بن كثير. رواه محمد بن كثير عن من؟ عن الثوري. أنا ليش أبحث عن محمد بن كثير تلميذ الثوري؟ لأن هنا فيه ما قال عن الثوري، لكن هو عن الثوري. محمد بن كثير عن الثوري فقال إسماعيل بن كثير، يعني صرح بالاسم. يا سلام. واضح. فماذا قال أبو زرعة هنا؟ هنا أبو زرعة تراجع. كم الجواب؟ قال إن حفظ ابن كثير فهو كما يقول. إن حفظ محمد بن كثير عن الثوري قوله إسماعيل بن كثير فهو كما يقول، يعني مش الرماني، يعني كأنه تراجع. المفروض أنه يقول إسماعيل بن كثير، لكن أحيانا يمكن يعميه، مما يدلنا على أن الثوري يعرف منزلة الرجل. ممكن يكون من نفس الوقت، مش عايزه، أو من نفس الوقت. وهذا من الأمور اللي قد يكون البخاري وأمثاله اطلعوا عليها فأعرضوا عنه، يعني ترى دقائق الأمور يطلع عليها الكبار ذولا ويعرفونها ويعرفون أن هذه مشكلة. عرضوا عن من؟ عن محمد بن كثير. ما خرجوا له إسماعيل بن كثير. ليش؟ شو مشكلته؟
لا لا رواياته الأخرى أعرض عنها، لأن الثوري لما عمى أمره مما يدل أنه استضعفه هو شيخ، فهو أعرف الناس به. تينا من الحديث هذا.